هذا عقاب جماعي، وهذه سياسة احتلال احنا بنعرفها، والشعب الفلسطيني تعود عليها، ومتأكدين كنا انه راح يصير هذا اللي صار اليوم، لانه احنا متعودين على العقاب الجماعي، وعارفين انه هذا الاحتلال ما عندوش لا رحمة ولا عنده اي اعتقاد لا بمواثيق دولية ولا بقوانين دولية ولا بقوانين محلية، ولا عنده ايتام، ولا بيحترم حاله ولا بيحترم الناس. هذا عقاب جماعي، بعرفش ليش يعني شو ذنبي انا. حتى بالمناسبه كان طرح المحاميه تبعيني انه هدوا طابق خلوا طابق، يعني منطقيا هيك يونس عمل شيء عاقبه في طابق. الطابق الثاني قال المعلومات عند الاستخبارات المخابرات انه بده يصير ليونس، طب هو ما صار ليونس، فهذا ظلم يعني.